السؤال أخ مكرم، يعني إذا بدي أرجع لمخطوطات البحر الميت، لماذا؟ ليه يعني بالتحديد مخطوطات البحر الميت مع أنه في كتير مخطوطات، لكن هذه المخطوطات إلها أهمية؟ طبعا يعني هي بتفرجينا في هاي الفترة، في فترة ما بين العهدين، أنه هاي النبوات العهد القديم اللي اقتبست في العهد الجديد موجودة في هاي الكتابات. يعني الكتابات تبعتهم بتكشف شغلات اللي احنا لما بنيجي بنطلع عليها بالعهد الجديد، ومثلا واحد بيجي بيقول لك طيب المسيح بيقول تحب قريبك وتبغض عدوك، من وين جابها؟ احنا طبعا هو قال مش مكتوب، قال سمعتم انه قيل. وبالفعل هاي المجموعه كانت تقول يبغضون ابغض كل ابناء الظلمه. هاي الجماعه كانت تشدد على الغسلات المختلفه، يعني مش غسله مختلفه معينه بتصير يهودي او بتصير من جماعتهم، وانما غسلات على خلال سنتين والبعض بيقول ثلاث سنين، حتى يعني غسلات تطهيريه حتى تقدر تنقبل لجماعتهم، ينضم للمجموعة فكرة العهد الجديد. ينضم للمجموعة، نعم، لمجموعة السنيين. نعم. فكرة كمان كلمة العهد الجديد يعني اللي بذكرها الرب في لوقا 22 كانت متداولة، كانت يعني الشيء فهم من أرميا 31 أنه رح يكون الله رح يعطي عهد جديد. كلمة ابن العلي بن عليون كانت يعني هاي الكلمات اللي يعني العهد الجديد بيستشهد فيها، بيقتبسها من ناس موجودين كانوا هناك، يعني كانوا يستعملوا هذا التعبير مثل ما تفضلت، يمكن كمان أبناء النور، إحنا أبناء النور، هذا يعني التعبير اللي كانوا يستعملوه مش من فراغ. يعني لما قال الرب يسوع أبناء الظلم أحكم من أبناء النور في جيلهم، لأنه كان هذه المجموعة الإسنين كانوا بيكرهوا مجموعة الكهنة اللي موجودين في الهيكل في أورشليم. نعم، وكانوا يبغضوا العدو ويعتبروهن أعداء ويبغضوهن، عشان هيك قال لهم سمعتم أنه قيل تحب قريبك، أوكي هاي من سفر اللويين فاهمينها، وتبغض عدوك هاي من طائفة موجودة هون، يعني إشي أوثنتك، إشي يعني موجود في واقعي في هذاك الوقت. والجديد هي الأسباب إنه إحنا حكيناها، قلنا عن مخطوطات البحر الميت بشكل مهم. طيب، فإذا يعني طالما حكينا عن المخطوطات، بس خليني أنهي بهذا الموضوع، إنه الغيورين الثورجية هربوا لمنطقة البحر الميت، وهربوا إلى الجنوب إلى منطقة تسمى مسادة، والظاهر كان في اتفاق بينهم وبين الإسينيين، مشان هيك الإسينيين تركوا لنا المخطوطات في الأجرار، والمنطقة يعني درجة الحرارة عالية جدا وناشفة، ما فيهاش رطوبة، لأنه تحت مستوى سطح البحر حوالي 400 متر أو أكثر اليوم، فهذا اللي حافظ على المخطوطات.